الله الرحمن الرحيم. والله يا ودي لما لا في هذا وش في قلبك في ذبحك قريبتها بطفي وحدي أي كانت تدور في خاطرك بل ما ناظر معك. كاين الحمد لله رب العالمين، كي نفتحوا المصحف نلقاو الحمد لله هي الأولى، البقرة الثانية، آل عمران الثالثة، هذه الآية في آل عمران هذه يقول اللهم مالك الملك، قل يعني فعل الأمر، يقول قل وقال مش كيف قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان الله، تلج الليل في النهار وتلج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله عن المدينة.